أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: النفساء إذا توقف عنها الدم يوما أو يومين، كيف؟ تقول: النفساء إذا توقف عنها الدم يوما أو يومين، هل تصلي وتصوم؟ نعم، إذا انقطع عنها الدم في أثناء النفاس قبل الأربعين ورأت النقاء فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإن عاد إليها قبل الأربعين فإنها تجلس وتكمل الأربعين، وما صامت وصلت في وقت الطهارة صحيح. نعم.